مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا موضوع فقرتنا موضوع مهم جدا، انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا احنا العرب ذاكرتنا ضعيفة جدا، مشكلتنا اللي احنا بنهتم بالأمور اللي بتحصل دلوقتي. يعني مثلا إخواتنا في سوريا بيقتلوا بيذبحوا، نبقى مهتمين بيهم في الوضع الحالي. ممكن بعد ما بشار إن شاء الله يعني ربنا يورينا في يوم يغور في 60 داهية تلاقي الناس نسيت سوريا، مع ان ممكن يكون عندهم مشاكل كتيره جدا، اقتصاد، بيوت، ارامل، حاجات كتيره جدا، خلاص ننسى موضوع سوريا. هكذا احنا اللي في العراق بيحصل في العراق، خلاص نسينا موضوع العراق، كنا وقتها مهتمين. عندنا موضوع لا يقل اهميه عن سوريا والعراق وافغانستان وبلاد المسلمين، اللي انت لو حطيت بصيت على الخريطه وشفت فين بلاد المسلمين هتلاقي فيها كارثه، لكن للاسف احنا كمسلمين وكعرب مهتمين بملذاتنا وشهواتنا وحياتنا الدنيا، وكل واحد بيقول نفسي، مع ان ممكن يجي علينا اليوم بكره ونبقى زيهم بالظبط. احنا ما فيش حد احسن من حد. نشوف ايه موضوع النهارده. موضوع اريتريا، قضيه اللاجئين الاريتريين اللي موجودين في بلاد كتير، في السودان، في اليمن، موجودين في جيبوتي، موجودين في اسرائيل في تل ابيب. نشوف ازاي اسرائيل بتتعامل معاهم، عايشين ازاي اللاجئين الاريتريين. انا مستني مشاركتكم، اتصالاتكم معانا، تشاركونا طبعا الموقع الالكتروني وتليفونات اللي ممكن تتواصلوا مع طبعا لجنه اثار للاغاثه البريطانيه هتكون موجوده على الشريط، علشان لو عايزين تتواصلوا معاهم بعد الحلقه. اسمحوا لي ارحب بضيوفنا اللي منورينا النهارده في الاستوديو: الاستاذ سلطان عمر، مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسه اثار للاغاثه البريطانيه. برحب بحضرتك يا فندم. حياك الله حضرتك. الله يكرمك يا رب. وطبعا الاستاذ ادريس سيد، عضو مجلس الامناء لمؤسسه ايثار للاغاثه البريطانيه. برحب بحضرتك يا فندم، منورينا في مصر. بارك الله. شكرا جزيلا. الله يكرمك يا رب. ابدا بحضرتك استاذ ادريس. اتفضل. كثير من المصريين وناس والعرب احنا مش عارفين اريتريا هي اريتريا فين، ايه مشكلتها، انتوا مش عايشين زي السودان والناس، يعني ايه مشكلتكم هناك؟ فممكن نديهم نبذه مختصره عن قضيه اريتريا. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر قناه الخليجيه، ثم اشكر الاخ الفاضل الاخ بلال. اشكرك يا فندم، جزاك الله خير. اريتريا، نبذه بسيطه عن اريتريا. نعم. اريتريا هي تقع في القرن الافريقي. صحيح. على شاطئ البحر الاحمر، ولها حوالي 1200 كيلومتر على الشاطئ. نعم. وامام امامها اليمن والسعوديه، وثم من الجنوب جيبوتي. نعم. واثيوبيا، ومن الشرق جنوب السودان. نعم. وإريتريا، كلمة إريتريا باللغة اليونانية هي معناها سينيوس إريتريوس، معناها أو الطحالب الأحمر أو البحر الأحمر. البحر الأحمر. نعم. فالشعب الإريتري سبحان الله يعني شعب كريم، وأول هجرة رسول الله حصلت فيها هي عن طريق ميناء مصوع من شعيبة من الجزيرة العربية من الحجاز. نعم. لقيت مصوع، ثم رسول الله قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد. صحيح. فالشعب الإريتري تكون تعداده حوالي 5 مليون. ومناخ الجوي مناخين لها، مناخ شتوي وصيفي. والشعب الإريتري يتكون تعداده حوالي بين 5 و6 مليون. جميل. وثنائية الدين، الدين الإسلامي. نعم. والدين المسيحية، لكن المعظم هي مسلمين. نعم. غالبية الدين أو المسلمين هم النسبة الكثيرة. نعم. الكثير هم المسلمين ويتحدثون. نعم. العربية. واللغتين الرئيسية هي اللغة العربية. نعم. واللغة التجرينية. حلو. والشعب الإريتري شعب خليج، لكن الشعب القوميتين، هناك 9 قوميات، القوميتين التي هي النيلية هم جزر نوبية. ولكن معظم القوميات العربية هي اللي هجرت من الجزيرة العربية وباقي بلدان العالم. جميل. فإريتريا كانت تقريبا، شرق إريتريا لقيت ميناء مصوع كانت تحت انتداب التركي. نعم. نعم. التركي اللي كان يحكم والي كان في مصر وكان يحكم شرق إريتريا، لقيت ميناء مصوع. جميل. وإريتريا تقريبا بعدها احتلها الإنجليز عام 1886 لقيت حرب العالمية الثانية. ثم بعد خسارة إيطاليا كانت تحت الاستعمار الإيطالي. فاحتلتها إنجليز البريطانيين لمدة 10 سنة، وبعدها احتل إريتريا الملك هايلي سلاسي، ملك هايلي سلاسي إجبارا وعنوة. إريتريا أصبح جزء لا يتجزأ من الحبشة. وثم بفضل الله تعالى عام 1961 أعلن الشعب الإريتري ثورته عام 1961. نعم. من سبتمبر. نعم. وأول مجموعة كوادر إريتريا الذي كان يدرس في مصر طلابية هم من أسسوا أول ثورة إريتريا باسم جبهة التحرير إريتريا. فمن ذلك العدد عام 1961 إلى عام 1991 الشعب الإريتري 30 عاما. نعم. كان يقاتل وينادل. نعم. لكن للأسف الشديد بعدها حصلت الهجرة الكارثة، الشعب الإريتري ما يقارب مليون هجر إلى السودان. لماذا؟ هناك بعد ما إثيوبيا يعني خلصت على الشعب الإريتري، ما تسمى بالأرض المحروقة. نعم. المحروقة الأخضر واليابس. فثم الشعب لجأ إلى السودان
من يوم إلى يومنا بعضهم موجودين حوالي مليون في المخيمات اللاجئين في شرق السودان، وبعضهم حوالي 200 مليون في اليمن، وبعضهم في الجيبوتي. نعم، والشعب الإريتري مشتت حتى الآن، ولكن إعلاميا إريتريا أصبحت نسيا منسية. كون عندنا هناك، نعم إريتريا تحررت، لكن الشعب لم يرجع إلى وطنه حتى الآن. أنا أسمع أن من أول ما أخذت الاستقلال 91 سنة 91، وفعليا لما تم الاستفتاء سنة 93 الاستقلال الوطني، الحاكم الذي يحكم إلى الآن لم يتغير، وعدم إنشاء أي أحزاب، لا توجد حياة سياسية، لا توجد معارضة بالشكل الطبيعي. دي كلها مشاكل هنرجع لها ونشوف ليه ما فيش حياة سياسية. لكن أتوجه بسؤالي الآن إلى الأستاذ سلطان. موضوع اللاجئين دلوقتي، يعني الأستاذ إدريس بيقول إن في مهجرين كتير جدا، ناس سابت إريتريا. هل الناس اللي سابوا إريتريا لأن ما فيش حياة هناك تليق بالبني آدمين، يعني الحياة الطبيعية إن هو ياكل ويعيش، فعشان كده بيروحوا دول تانية، مع إن مشكلة اللاجئين في الدول الأخرى كبيرة جدا، يعني هو مش هيروح يعيش كما يريد. كيف نرى هذا الموضوع؟ طيب، أولا في الحقيقة أشكر لقناة الخليج أن أتاحت لنا هذه الفرصة، ولشخصك الكريم أشكرك. وقبل ما ندخل في هذا الموضوع، لو تسمح لي أستاذ بلال، تفضل. أن أهني الشعب المصري الأبي العظيم الذي من الله عليه بهذا الفتح العظيم، أن أخرجكم الله من الظلمات ومن القهر إلى الحرية والعدالة. الحمد لله. حرية وعدالة، يعني حزب حرية وعدالة. الحرية والعدالة الاجتماعية التي نادلتم لأجلها بأرواح دماء شهداء المسلم من كل أطياف بمسلميه وأقباطه، ثورة جميلة جدا التي غيرت مجرى التاريخ. أحيي هذا الشعب العظيم، وأبارك لهذا الرجل العظيم الذي أصبح على رأس الدولة، السيد محمد مرسي، دكتور مرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يتحمل المسؤولية على ما يرضي الله عز وجل، ما ينمي به شعبه، وما يطور به مصر الحبيبة، وترجع مصر هي الرائدة القائدة الحقيقية. وأطالب الشعب المصري العظيم في هذا الموقف أن يتحمل ويعطوا فرصة لهذا المولود الجديد. الناس يا أستاذ بلال، اسمح لي على هذا التعبير، سبرت على 30-40 سنة في القهر وفي الظل 60 سنة وفي الهوان. فما معقول لا يصبر على الرجل الذي أتى بالأمس. صحيح. فترة من الزمن أصبحت حرية، أصبحت هناك الديمقراطية، ناس ما كانت تحكي كلمة. فلا ينبغي الناس على الهوى أن أن تخوض في عراد. صحيح. عرض الدولة. الرئيس الناس فهم الحرية غلط. إكزاكت. الرئيس يمثل مصر. فعيب ناس اللي أمس ما كانت تنطق كلمة على الهواء مباشرة أن تقدح في رمز المصري. يعني السيد الرئيس يمثل الشعب المصري بأطيافه، فينبغي الشعب المصري العظيم أن يوري التفافه حول هذه الثورة، حول هذه الحكومة، لبناء وطنه، لتطوير مجتمعه، وهو مؤهل لهذا. صحيح. الشعب المصري العظيم هو الشعب العظيم، لكن من أذل الشعب المصري هو النظام الذي تتوالى على هذه الأزمة. ولكن هذا العهد ولى، ولله الحمد لله، بدماء الشباب الثورة الذين أتوا بعهد جديد. نتمنى أن يكون عندكم نفس جو الحرية ونفس، بس أنا عارف أن أنت حضرتك مش عايز تتكلم في الحرية اللي هناك. هتكلم مع الأستاذ إدريس. أنا صراحة موضوع اللاجئين الإريتريين يا أستاذ بلال، عجبتني مقدمتك، الله يحفظك، كانت جميلة. هي فعلا من القضايا التي أصبحت نسيا منسية. شعب ما زال، نحن الآن معك في هذه الجلسة الطيبة وفي هذه الاستوديو المباركة، يسي إلى شرق السودان معسكرات اللاجئين، معسكر اسمه شقراب، 100 لاجئ بمعدل يوميا. 100 لاجئ كل يوم؟ كل يوم بمعدل يومي. إلى الآن؟ إلى الآن اليوم وصلوا 100 لاجئ بدون شك. لو نتسعى لمكتب مثلا ولا في معسكرات اللاجئين، يقول لك نعم وصلوا اليوم 100 لاجئ. الأرض هجرت من شبابها بكل ما تحوي الكلمة من المعاني، هجرة متتالية من يوم الاستقاء إلى الآن. وسبب الهجرة أقولها في جملة، وكثير من الناس يفهم هذه المعنى، لم تتحقق ما كانت تسبو إليه النفوس الإريترية في تحقيق الوطن، في تحرير الوطن من الاستعمار الذي كان علينا أكثر من 30-40 سنة، من سنة 61 إلى سنة 3 عقود. نعم. فمع الأسف الشديد، لا يعني أن تجد الأرض مستقلة من المستعمر وأن لا تجد الحرية والعدالة. نعم. ليس الحرية حزب العدالة اللي عندكم في مصر. نعم. لكن الحرية التي ينشد إليها الإنسان. صحيح. العدالة الاجتماعية التي إنسان خلق من أجلها. الله يعني الإنسان. صحيح. الذي كرمه المولى سبحانه وتعالى. نعم. عندما تهان كرامتك ويهان شبابك وتهان حياتك، لا تحلو لك الحياة. لذلك تجد التشرد في شرق السودان، تجد التشرد في صحراء سينيا، سيناء. نعم. تشرد في بحار مالطا. إريتريين أصبح أطعمة للأسمكة والتماسيح في البحر، بل أشد أمر، ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، يلجؤون ويجدون المأوى عند الاحتلال، عند اليهود في فلسطين المحتلة.
جميل. طيب انا قبل ما اشوفهم عايشين ازاي الاريتريين اللي بيسيبوا البلد، يعني تخيلوا يا جماعه الانسان اللي بيسيب بلده عشان يروح للمجهول، وممكن يموت في عرض البحر، ممكن يموت عند الناس لما يوصل، او يتسجن، او يقعد في معسكرات. هنشوف المعسكرات دي شكلها عامل ازاي. هو موضوع لا يصدقه عقل، يعني لما انا اكون دي بلدي ومش قادر اعيش في بلدي، فبضطر اروح لاي حاجه لان انا خلاص زهقت من البلد وما بتديليش الحريه. استاذ ادريس، ليه ما فيش حريه في اريتريا؟ ليه ما فيش سياسه؟ ليه انتوا ما بتعملوش، مش عايز اقول ليه ما بتعملوش ثوره، المفروض انتوا تعملوا ثوره، بس ليه الناس ما فيش احزاب سياسيه؟ ليه ما بتطمحوش ان انتوا بدل ما تهاجروا الناس تسيب البلد، لا تقعدوا في البلد دي بلدكم، يعني مش بلد اللي حاكمينها. ليه ما فيش الكلام ده هناك؟ اخي الفاضل، هناك فعلا في اريتريا في معارضه، نعم، ولكن هناك في حكومه اللي تحكم البلد قوية. تنظيم، نعم، تنظيم اللي هو اللي يحكم البلد، لكن شاءت الاقدار معظم المعارضه موجودين في الخارج، ولكن نتمنى من الله العلي القدير ان يجمع شمل هذه الامه. نعم. وان تكون المعارضه في مستوى المسؤوليه، وكذلك اتمنى من الشعب الاريتري في الداخل ان يوعى، وكذلك يعني ادعي الحاكمين في اريتريا ان يتوعوا ان هناك وقت ولى، وقت الاستبداد قد ولى، فارجو الله تعالى الشعب الاريتري ان يلم شعثه وان يرجع الى وطنه سالما امنا ان شاء الله. نعم. طيب احنا مشاهدينا معانا تقرير دلوقتي عن اريتريا، تقرير مهم جدا من لجنه من اثار للاغاثه البريطانيه، ونشوف الناس بس عايشه ازاي عشان تبقوا معانا في الصوره وعشان نحس كلنا ببعض. نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقسى الحياة عندما تكون فرارا دائما، قسرا في منافي الأرض لجوءا وتشردا، ثم تتوالى المحن بعد التشرد من الوطن، ويتطاول الزمان ولا يندمل الجراح. فما أصعب أن تدفع ثمن أن تكون عزيزا من المال والولد، ثم تمسك السراب وتتبدد أحلام الحرية هباء بين عينيك، وتظل مجبرا لاجئا بلا مأوى، تتقلب بين مصغبة الجوع وعناء المرض. نعم، إنها حياة قاسية، ولكن مع هذا عفة تحبس آهات الحرمان عن أفواههم. قوم إذا نابهم كره في الحياة صبروا، وإن واساهم كريم شكروا، إلا أن حقيقة المعاناة لا تحملها الحكاية ولا تستوعبها الصورة، ولا يصف كآبة حالها لون، ولا يجيد صياغة آهاتها تعبير. حالة تحمل كل معاني الأسى، فقدان للأهل والأمان، وجوعا وعطشا أنهك الجسد. ومع كل هذا، لا الحكومة في إريتريا ترحب بمواطنيها، ولا الأمم المتحدة تشعر بمسؤوليتها تجاه هؤلاء. نصف قرن من الضياع، وما تزال أفواج اللاجئين تعبر الحدود إلى دول الجوار بمعدلات متزايدة، والموت الجماعي سيد الموقف في صحراء سيناء مصر، وعلى صحاري ليبيا، وبحار مالطا، وجموع المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم، وأعداد أخرى بين يدي عصابات الاتجار بالبشر في انتظار دفع الفدية أو مواجهة الموت على نمط بيع الأعضاء البشرية. ومنهم من يكبل مع بعض السلطات في بلاد المهجر ليسلم للسلطات الإريترية فلا يعرف له أثر. كل ذلك يحدث ولا صريخ يسمع له صوت، ولا وجيع يقشعر له بدن. أيحدث هذا في هذا الزمان؟ نعم، إنه هو الواقع. أحب يدي إذا أعطت، إذا عاشت يدا عليا،
وأبني عز آخرتي بخير حياتي الدنيا. أحب يدي إذا أعطت إذا عاشت يدا عليا. هذا مع جيرانك انت وتنعدين. يلا سلام. عشرة كنت عاملين قهوة كمان. إلقاء نظرة على معسكر الشجراب لاستقبال القادمين الجدد من اللاجئين الإريتريين أمر مخيف للغاية، فكل فئات المجتمع الإريتري حاضرة هناك. كل فلا لي يكون أنا بحالة كل فلا لهزبي لك تردي خامي قن أبز سدة تدلو يهني جيسي أريكا كمان نمان نمبوطة تلقيتو قل عز حازي أقالو قدلو سرح زي بلو ما تهزبي أبزي توقحي في دنبر كم مقبرت نخوات زنكو حقوحي تمليسو نام مقبرت تدفيني زلو إذا أخذت حلال في خير نهزبي إرتراكو نهزبي إيتيبيا ملا نمان نيو نحنا وليد ناس طوالد نهزبينا قيني خاف أن نالو هل سمعنا باتم علم أبين حقوق الإنسان أبين لو ناي حصاونتي أبين لو ناي دخاتم وين حقوق المرأة وين حقوق الشفع ذل يا أخوانا نحنا خلاص قدي مرير الناي نحنا بيرك نطليكونا قم بأطق عليك التحلال في زخير نهزب علم دكتان استين وخون عدق العد يخون زوالدنا نخون كابيتم يتم بوتال قدم زمصونا عبزي حاد فتح زي بلنا زر ألم من دام قال كل يحمل حكاية بقسمات مليئة بالأسى والمرارة، حتى إنك تحتار كيف واجه هؤلاء الصغار مصاعب ومتاعب هذه الرحلة، بل لماذا يفضل آباؤهم المصير المجهول لهم على البقاء في الوطن رغم كل القصص المروعة التي يسمعونها عما يواجهه الفارون من إريتريا. احنا اظن دلوقتي شفنا مع بعض التقرير مبسط ومصغر عن الحالة الانسانية والناس الشعب الاريتريري وهو بيهجر وبيسيب بلده علشان يروح يتزل، وانتوا عارفين كرامة الانسان هي اغلى حاجة عنده، علشان ياخد يعيش حياة مش كريمة. دي لا يمكن تكون الحياة الكريمة اللي احنا بندور عليها. ممكن الناس وهي بتشوف دلوقتي التقرير يقول لك دلوقتي انتوا بتعرضوا علينا ايه، واحنا لسه طالعين من عيد وكنا لسه جايبين لبس العيد وكحك العيد وكل سنة وانتوا طيبين. ما هو المشكلة اللي انتوا مش قادرين تشوفوا المناظر دي، الناس دي بقى هي اللي عايشة كده. فاحنا دلوقتي فرحانين عشان كل واحد قاعد في التكييف ولا قدام المروحة ولا بيركب العربية بتاعته، ما فيش اي مشكلة. لكن ناس تانية مش لاقية، مش يعني احنا بنزعل لما ناس بتتسمم عندها مياه ويجي لها تسمم زي في محافظة المنوفية، وناس بنبقى زعلانين ونقول فيه تلوث في المياه. الناس دي بقى لا عندها لا مية ولا كهرباء ولا أدنى حتى مستويات المعيشة. لازم نحس ببعض. نكمل معاكم الحلقة أستاذ سلطان. يعني مشكلة اللاجئين قبل ما ادخل على موضوع إثار واللجنة بتعمل ايه وانتوا ازاي عايشين وبتساعدوا ازاي اخواتكم في إريتريا، دلوقتي الناس اللي بتروح شفنا المخيمات والمخيمات الرئيسية، نعم، عايشين ازاي في المخيمات وقعداتهم قد ايه؟ انت حضرتك بتقول كل 100، انا سمعت ان في 82 بس ألف لاجئ في السودان. هل هذه المعلومات صحيحة ام لا؟ ده على مواقع النت. نعم. في اعداد اكبر من كده موجودين في اليمن، في جيبوتي، في صحراء سيناء. طب جايين سيناء يعملوا ايه؟ نوضح للسادة المشاهدين. نعم. هو العدد اللاجئين الموجودين في شرق السودان هو لا يقل عن 1,000,000 نسمة في الحقيقة. مليون؟ نعم. في مجموعه. نعم. لكن هناك في مشكلة. المشكلة تكمن فين يا أستاذ بلال؟ في معسكرات كانت فيها يسكن اللاجئين منذ القدم، المنظمات الدولية لسبب ما رفعت إيدها عنهم، تركتهم في هذا المعسكر، وأرجو المشاهد أن يعي معي في هذا معنى هذا الكلام. تركتهم في هذا المعسكر، أخذت منهم صفة اللجوء اللي كانت عندهم تحت أي مسمى من المسميات. الآن هذه المعسكرات خرجت من قائمة اللي تعتبر داخلة في قائمة اللاجئين، لا تعد. المعسكرات التي تعد هي حوالي 11 معسكر الباقيين اللي هم أمم المتحدة هذه اللي اسم الكبير التي تشرف عليهم، التي لا تغنيهم من اللجوء ولا تطعمهم من الطعام من الفقر. فهذه المعسكرات اللي هي خرجت من دائرة التعداد اللاجئين
اللاجئين عايشين هناك، لا عندهم صفة اللجوء ولا داخلين في حسابات اللاجئين. طب ينتقلوا ازاي؟ بيتحركوا ازاي؟ ما يتحركوش، في نفس المكان، في نفس المعسكر، يعني نفس المعسكر اتولد فيه، عيش فيه، موت فيه مع الأسف الشديد. وفي نفس الوقت المشاهد لكي لا يأخذ موقف هنا، إذا ذكر اللاجئين في شرق السودان أستاذ بلال، نحن لابد أن نذكر من الوفاء السودان. السودان نحن لاجئين فيه من سنة 67، أول اللجوء الذي وصل إلى شرق السودان في سجلات الأمم المتحدة. السودان كثر خيرهم فيما يستطيعون، فيما يسمح به إمكانياتهم. هم نفسهم عندهم مشاكل، يعني الله يكرمك. والسودان في حد ذاته مشاكله لا تنتهي. نسأل الله أن يرد عنهم كيد الكائدين ويحفظ عليهم أمنهم. لكن السودانيين قدموا لنا ما يستطيعوا، فنحن لا نستطيع أن نلوم السوداني، بل الذي ينبغي أن يلام أين البقية. نحن يا أستاذ بلال على مرمى الحجر من عالم الإسلامي، بل بيننا وبين دول الخليج لا يفصل إلا بضع أمتار كيلومترات البحر. يعني لو رموا التفاحة ممكن تسلنا. لما تخلوا عنا؟ ألم يكن عندنا حق أخوة الدين، حق الإنسانية، حق الجيران؟ فهؤلاء أخذت منهم هذه الصفات فباقين في نفس المعسكر. نحن الآن كملزمات الطبيعية عندما نزور المناطق هذه لا يسمح لنا أن ندخل فيها. سياسة عجيبة جدا. في تعدادهم كليا لا يقلون عن مليون لاجئ في هذه المعسكر. هذا المعسكر اللي كنا نشوفه اللي كان فيه الناس يترددون، هذا معسكر يعتبر معسكر الرئيس الشقرابة الذي الناس تتوافد فيه كل يوم. قبل رمضان عندما اتصلت من القائمين على العمل هناك قال لي ما مجموعه في هذا المعسكر يقارب فوق 100,000 لاجئ في معسكر واحد، مش 80,000. وقسم على المعسكرات الباقية حوالي 11 معسكر كم من الأعداد. ثم الأمم المتحدة هذا الكلام قالوا لنا، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، في لقاءاتنا الرسمية شوف الكلام هذا، يقول لنا نعطي لهم ما يغطي احتياجاتهم يومين أو ماكسيموم 3 يوم في الشهر. في الشهر بقية الأيام يعيش ينتحر. هكذا قال لنا والله، قال ما عندنا ميزانية لهم. ليش؟ ما عندنا فند يسلم، وهم يسلم لهم فند وعندهم ميزانيات وعندهم أموال طائلة، لكن لا في أموال تصرف على أشياء ثانية. Exactly. يعني فإيش يصيرون؟ فلذلك تجد التعداد اللاجئين في شرق السودان عدد هائل. وقال لي الأخ الذي تواصلت معه قبل رمضان يقول هم مقبلين على المجاعة. مقبلين طيب على المجاعة. اللاجئين الإريتريين اللي بيموتوا في صحراء سيناء. هذا برضو تعرف يا أستاذ بلال هذه كارثة من الكوارث الثانية. وهو عندما يصل السودان هو يبحث عن المنفذ، يريد أن يعيش. شاب فما بيلاقيش. جلهم شباب هذول على فكره، معظمهم شباب. التقارير انت لو تشوف تكملهم، من اراد ان يشوف التقارير كاملا ممكن يزور موقعنا ايثار فيسبوك او كمان www.isar.reef عبر موقعي. نعم. الشباب عايز يعيش. عندما يجي يقيس معسكرات اللاجئين، معسكرات موت فيها يا اخي. انا كنت في زيارتي 2009 مع مجموعه من الشباب المتطوعين، امراه واحده ماسكه طفلها تقول الحمد لله الحمد لله خيرا. أقول لها ابني أمس مات بالعطش في نفس المعسكر، والثاني اللي كان في إيدها كان على أبواب الموت. لا لا لا. فالشباب جاي هناك يا أستاذ بلال ما عندهم حاجة بيأكلون، ما فيش طعام، ما شراب. شباب عايش يبحث عن الحياة أبواب مسلمة، فيزن هجرته إلى سيناء، عبر سيناء بالمافيا التي ستتاجر في عرضه وفي جسمه وفي. يا أخ بلال نحن أصبحنا سلعة تباع وتشترى. هؤلاء شباب يهاجرون من السودان، يتحركون إلى صحراء سيناء، هناك البدو والمافيا يستقبلونهم، يساومونهم، بل يقتلون وتباع أعضاء جسامهم. وهذا يعني منظمات المدنية هنا في مصر الجزائر ما قصروا، تناولوها في المعتاد أظن في الإعلام وفي أكثر من قناة وفي الجرائد كتبت عنهم. سيناء ترتكب فيها جرائم لا ينسى لها التاريخ. فأنا لذلك أهيب في عهد الجديد لإخواننا في مصر أن 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 يتقوا الله بعدما ربنا يخرجهم مما هم فيه من زحمتهم، أن يفكروا في شعبنا الذي عندهم في سجون سيناء، في سجون إسماعيلية، جايين يهاجروا سجن هناك في السجون الموجودين، ومنهم وهو ماشي إلى سيناء يقبضون يساومون بين عرب البدو واليهود في الوسط. إذا أنت ما تساوم تدفع الفدية تقتل وتباع كليتك وتباع عينك. تجارة الأعضاء يعني البشرية، يعني حاجة شيء فوق الخيال. هذا بين السينائي والسودان. نعم. هناك عندنا لاجئين يا أستاذ بلال كذلك في حدود إثيوبيا الإريترية، لأنه الوضع عندما تأزم بين إثيوبيا وإريتريا من يلجأ إلى حدود إثيوبيا بالألاف، أكثر من 40,000 تقريبا في معسكر موجودين
لا يتناولهم الإعلام. وكذلك عندنا لاجئين في اليمن من سنة 67 الذين هاجروا ورجعوا هناك في الحديدة في معسكر خوخة لا يعرف. دول ما بيقدروش يدخلوا الدولة يعني. حتى الموجودين في معسكرات السودان ما يخرج، لأن خلاص هو مسكين في هذا المعسكر، لا تتوفر له إلا تتوفر له إلا شيء أبسط. تصور يا أستاذ بلال، كان من معسكر من المعسكرات يوجد في التقرير، كان يعاني من الماء. تصور الناس تقف لحصوله في الطابور في الماء 3 أيام. تصور في هذا العهد في هذا الزمن ناس سقي في الطابور للحصول 3 أيام في الليل. فالحمد لله كان في زيارتنا وأخذنا التقرير هذا، عرضناه على بعض إخوة المحسنين في بريطانيا، وجدنا أحد من المتبرعين جزاه الله خيركم من كشمير الله يجزيه الخير، تبرعنا بمبلغ 40,000 باوند. فالحمد لله في نوفمبر 2011 رحت لافتتاح البئر، فكان يعني فرحة ما توصف. يقول المدير المعسكر يقول لك هذا الشعب ذل يعاني أكثر من 30 سنة في هذا المعسكر من الماء. كان يوم المهرجان يوم وإيش 40,000 باوند؟ كم من ملايين عندنا يا أخ بلال، عندنا مسلمين، بل كم من مليارات عندنا. بل أنا قلت مرة في لقائي، قلت والله وهذه أكررها، ما يرمى في يعني اسمح لي على هذا التعبير ويسمح لي للمشاهد، ما يرمى في حسالة الزبالة من الطعام الأثرياء. من أسأل الله أن نحن لا نحسد الناس، أسأل الله أن يبارك لهم ويوسع لهم يا أخي. لكن أين أنت من وقوفك بين يدي الله يوم القيامة عندما الفقراء سيتعلقون برقابك؟ أنت ترمي هذا الطعام في المزبلة لا تأكله. هؤلاء الناس لو يتأملون أن هناك من يحتاج لقمة العيش. يا أخي بلال، أنا أوقات أتعجب يعني عندما أنت تشوف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم عن الأمة، إنما الأمة كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو. أين نحن من هذا؟ أين من حديث الذي يقول لك أنا وكافي اليتيم هكذا في الجنة؟ أحقا نحب الرسول عليه السلام؟ بجد نحن نحب عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه السلام؟ طب أين من حبنا نحن؟ هناك ملايين من الأيتام وكفالتهم لا تكلفك 30-40 دولار في أمريكا في الشهر، أنت رحت لهم في كافي يعني لأشياء غير ضرورية. لذلك صراحة نحن نهيب في إيثار الإغاثة أن أمة أن تتكاتف، أن يكون عندنا وحدانية الأمة. نحن يا 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 من تسمعوننا وتشاهدون هذا اللقاء، نحن في هذه المنظمة نعمل لهدف، هدف إنساني بحت، وهذا ما يحس به ديننا. أنت لو تسألني يا أستاذ بلال ما هو دافعك لتنشئة الإيثار، والله دافع أنا ما معقول ننشئ عمل بدون هدف. هدفنا الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا الله على ما نسعى له. عمل تطوعي بحت أنشأناهم لإغاثة الملهوف، لإطعام الجائع. والدليل على ذلك المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم بالليل. صحيح. حبست الهرة. صحيح. مش الإنسان، دخلت النار. فما بالك بإنسان أيا كان دينه عرقه انتماءاته، امرأة بغية سقط كلبا وأدخلها الجنة. فلذلك إحنا نتعامل مع إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو عرقي أو الثقافي. هدفنا إقاسة الملهوف، إطعام الجائع، كسوة. طيب. العريان. هنشوف موضوع إيثار وانتوا فكرة نشأة إيثار وإيه اللي بتعملوا الأنشطة، بس أنا عايز في موضوع اللاجئين أستاذ إدريس. طولت عليك معلش. موضوع اللاجئين اللي بيروح إسرائيل. نعم. وتل أبيب، أنا أسمع إن في مآسي بتحصل هناك وإسرائيل بتستغلهم، ومش بس يعني الأوضاع السيئة اللي في السودان أو في اليمن أو في الكلام ده، إسرائيل بقى بتستغلهم إن تدخلهم الجيش. نعم. تستفيد منهم كبشر ممكن فعلا تقتلهم وتستفيد من الأعضاء. نعم. مشاكل كتيرة جدا، بس الأول ناخد اتصال. معانا أم عصام، السلام عليكم من اسكندرية. أم عصام اتفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش أنا برحب بالضيوف اللي معاك، وأنا كنت قابلت يعني هذا الرجل اللي قاعد على يمين حضرتك، هذا رجل صادق وبيقوله كل الكلام اللي بيقوله ده حقيقي فعلا. أنا من 2001 كنت عايشة مع ناس من إريتريا، وسمعت حكاوي يندى لها الجبين فعلا يعني. لا تحدث في دولة مسلمة بأي شكل من الأشكال. اليهود هناك مبوظين الدنيا، وفي احتلال فظيع هناك للنفوس قبل ما يكون الاحتلال الأراضي. يعني استعباد ما يحدث في بورما وما يحدث في كينيا وكان بيحدث في إريتريا وأكثر منه. أنا شاهدت بنات مغتصبات يعني مش عايز أقول لك متبهدلين قد إيه. والله العظيم أشهد الله، أنا كنا على قناة الرحمة، أنا قعدت 3 أيام عيانة وكل أصحابي كانوا بتصلم أنت قلت له حقيقي. وعملنا مراحل كتير عشان نلتقي بهذا الأخ، طبعا كان ربنا يحميه كان مسافر والحمد لله. فأنا بقول لكل شعب مصر وبقول للأزهر، بقول له أرجوك لشيخ الأزهر رجع البعثات الإسلامية تاني في الدول العربية والدول الإفريقية. أرجوك المسلمين في كل مكان لازم يبقى لهم وضع، يبقى لهم شكل، لأن مش ممكن بدلق دولة مسلمة كانت الإسلام أكبر هناك، أكبر نسبة هناك كانت موجودة مسلمة، والآن اتغيرت النتيجة أو اتغيرت النسبة. فأنا بقول
ابوكم واقفهم جنب اريتريا عشان ترجع دوله مستقله ثاني، لان عيب اول لما نبقى مسلمين ونسيب جزء مننا نتبهدل بهذا الشكل. وجزاكم الله خيرا وبرحب بهم في مصر وربنا يخليك. اشكرك يا ام عصام من اسكندريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه الكلام اللي بيحصل في اسرائيل طبعا كلامها يعني مشكور وهنتكلم عليه دلوقتي، لكن اللي بيحصل من اريتريا واسرائيل بتستغلهم ازاي؟ اخي الفاضل، اولا وقبل كل شيء اللي يحصل الشباب اللي يذهب من اريتريا لاسرائيل هو يلجؤ بروحه. تقريبا الانسان المواطن الشاب الاريتري ليس هناك مقومات له، ليس هناك التعليم، ليس مستقبله مستقبل مظلم. فالشاب الاريتري يحاول ان يلجا الى اسرائيل بسبب ان يعني ان يبدا حياه جديده، لكن للاسف الشديد في الطريق هناك بتواجه صعوبات، هناك في مافيات زي ما تقول، حتى ما يصل اسرائيل يا بياخذ منه العداء من جسمه او يصل هو بيدفع ديه. انت بياخذ منك التلفون ويتصل على اهلك سواء كان في السعوديه او في اوروبا ويقولوا ابنك انت في تحت الرهينه، الرهينه عشان نطلق الرهينه ده ادفع مبلغ. فاخوته الموجودين في الخارج بيدفعوا المبلغ، ويا ريت لو دخل اسرائيل، اذا دخل اسرائيل يشتغل في اعمال دنيئه، في اعمال يعني غزره. لكن للاسف الشديد ماذا نفعل؟ فاخي الفاضل، الشعب الاريتري للاسف الشديد من 67 الى يوم هذا اقدم شعب بعد الشعب الفيتنامي الشعب الاريتري. لكن للاسف الشديد هناك لن تكون لا الجامعه العربيه ولا المؤتمر الاسلامي ولا اي صحافه ولا اي صحفي مسلم عربي وصل الى اريتريا او الى السودان ويشوف وضع الاريتريين. الذي نقلت موضوع اللاجئين في 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 اسرائيل هو صحفي انجليزي من جزيره من جزيره باللغه الانجليزيه، هو اللي اكتشف. لكن للاسف الشديد هناك ليس اعلام عربيا، ناس اريتريا اصبحت نسيا منسيا. نحن اريتريا الشعب اللي بيتكلم اللغه العربيه، شعب مسلم، نعم هناك مسلمين موسعين، لكن كشعب اريتريا نعيش مع بعض، لكن احنا عايشين في مأساة. اللاجئين الاريتريين حتى الان ليس هناك اي دوله تتبنى قضيه الشعب الاريتري او اللاجئين الاريتريين. هناك الشعب البوليساريو بتتبناه الجزائر، هناك الشعب الفيتنامي، شعب فيتنام رجل، هناك الشعب الافغاني الباكستانيين. لو كانت هناك الجامعه الدول العربيه او المؤتمر الاسلامي بيطالب حتى السودان، السودان من حقها لانه السودان احنا اصبح عيب لها. لكن لو هناك فعلا حقوق الانسان الدول العالم العربي او العالم الاسلامي يتحقق المآسي اللي يعيشها الشعب الاريتري. صحيح. لكن اصبحت نسيا منسيا، فارجو الله تعالى يعني ان يخفف عن هذه المأساة. ربنا يكرمكم يا رب. هو انا مش عارف اتكلم في حاجه، لان بجد دي مأساة من ضمن المآسي اللي احنا بنعيشها. يعني هو مش بس اريتريا، بس اريتريا بزياده شوي يعني الموضوع، وخصوصا ان في تجاهل للاعلام زي ما الاستاذ ادريس وحضرتك تفضلت استاذ سلطان، في تجاهل من الاعلام تماما لقضيه مهمه جدا وهي قضيه تهم المسلمين. تصديقا لكلام حضرتك استاذ سلطان، امراء الخليج واثرياء العرب بتصنع لهم سيارات من الذهب الخالص. نعم من الذهب الخالص. طيب اخذ اتصال قبل ما نشوف موضوع الذهب الخالص للاستاذ محمد من القاهره. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. مرحبا بك، شكرا لك على البرنامج وشكرا لقناه الخليجيه. الحقيقه انا حييكم على هذا البرنامج وتسليط الضوء على المعاناه اللي يعاني منها الشعب الاريتري. نعم. سواء كانوا لاجئين في معسكرات اللاجئين في شرق السودان او اللاجئين اللي يعني يعبروا الى حضرتك استاذ محمد من اريتريا صح؟ الى سيناء، جزء كبير من هؤلاء اللاجئين يعني هذه الرحلة قد تكون أحيانا ليس بإرادتهم، يعني يتم اختطافهم من قبل عصابات يعني في شرق السودان ويباعوا إلى عصابات في مصر ثم يهجروا إلى إسرائيل يعني. يعني هذه الرحلة ليس هي خيارية يعني، لأن اللاجئ أحيانا قد يجد نفسه بيع إلى 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 أكثر من جهة حتى يصل الى اسرائيل يعني. نعم. فلو توفرت يعني حياه سليمه للاجئ الاريتري في شرق السودان او في معسكرات اللاجئين يعني لما عبر الى اسرائيل يعني. صحيح. فانا اللي عاوز اركز فيه قد يكون يعني بالنسبه لنا يعني كلمه اسرائيل فيها لا تستسيغها النفس يعني. ولكن ليس بإرادتهم. أغلب اللاجئين عندما يعبروا إلى 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 إسرائيل ليس بإرادتهم، يباعوا إلى عصابات وهذه العصابات هي التي تهجرهم إلى إسرائيل. ففيه تهديد حقيقة للأمن العربي، وفيه تهديد حتى للإنسان، حتى اللاجئ قد يبغي حياته في الصحراء وقد يباع أعضاؤه
ولكن المشكلة الحقيقية هي أن هذا الشاب لا يجد فرصة حياة كريمة في بلده، يعني في إريتريا. هذا الشاب هو يساغ إلى خدمة عسكرية أو خدمة إلزامية، يعني معروفة البداية ومجهولة النهاية. يعني في كل دول العالم يعني قد تكون هذه الخدمة الإلزامية قد تكون معروفة، لكن في إريتريا نسبة لوجود نظام ديكتاتوري، نظام غمعي، من ضمن مهامه هو يعني أخذ هؤلاء الشباب والزج بهم أولا في حروب عباسية. إريتريا دولة حديثة الاستغلال، يعني استغلالها تعدى إلى 20 عام، دخلت في حرب مع اليمن، دخلت في حرب مع وكالة ضد السودان، دخلت في حرب مع سوريا، ودخلت في حرب مع جيبوتي في ظرف 20 عام. دولة تشكل أولا تهديد لدول الجوار، وتشكل أيضا يعني تهديد لشعبها. هذا النظام هو نظام عبثي لا يأبى بأن يجد هؤلاء الشباب في حروب. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون المستقبل أفضل. نعم، أشكرك أستاذ محمد جزيلا على هذا التوضيح المهم جدا. الناس بتتابعكم والناس متفاعلة من الإريتريين من المصريين، مع أكيد في ناس كتير بتشوفنا، بس هو يعني التفاعل بيبقى الناس مش عارفة تقول إيه، مش عارفة تعمل إيه. صحيح، وعندهم حق صراحة. أنا صراحة أحب أن أشكر الأخت هذه الفاضلة، المرأة الطيبة، أخت أم عسام، أسأل الله أن يعصمها في الدنيا وفي الآخرة. شاركتنا في قناة الرحمة العام الماضي، وما زالت تبحث عن الحقيقة وتتابع. صحيح. يعني لا تميل تقول أن شاركت أول مرة، بل تتسن مرة أخرى لكي تذكر الناس أن هناك معنا. فأسأل الله أن يأجرها خيرا جزاء صراحة. أخت أسأل الله أن يجزيها على هذا العطاء، لأنه إن دل إنما يدل على أسالتها. صحيح. في همها للإسلام والمسلمين. صحيح. والإنسانية. فالله يجزيها الخير. أمين يا رب. الأخ الحبيب، ترى أنا صراحة نحن كمسلمين، نحن كإريتريين، من أشد الناس تعاونا، من أشد الناس مؤازرة للظلم حول العالم، سواء كان هنا أو هناك. في سوريا إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالفرج ويخرجهم مما هم فيه، إخواننا في بورومو، إخواننا في الصومال. أنا ما أطالبه من إخواننا المحسنين ومن المنظمات العاملة أن يكون عندها توازن، ومن حقنا أن يكون كلها منا مع ليبيا، لأنه مع سوريا كما كنا مع ليبيا، كما من حقنا أن يكون مع كلها منا مع إخواننا في بورومو، لأنه قاعد تحرق أجسامهم. صحيح. لكن هناك أجسام تحرق ولا يعلم بها أحد. صحيح. أخي أستاذ بلال، في المعارك الأخيرة بين إثيوبيا وإريتريا سنة كم كان يدريس بتاع الحدود الذي تم؟ 1998. نعم، أكثر من 50 ولا 70 ألف إريتري ماتوا، ما في جريدة كتبت عنهم. يعني في فترة وجيزة، يعني كانوا مش عايشين على كوكب الكرة الأرضية. إكزاكتلي. ما نقول ما يصير. نحن لا نقول اهتموا بنا، لا يا أخي، أعطونا حقنا، لا تنسونا. فأنا لذلك أهيب إن وبهذه المناسبة صراحة أشكر أخي بلال في القاهرة في زيارتي، التقيت بنقابة الأطباء باتحاد العرب، الأطباء دكتور إبراهيم الزعفراني، دكتور أخونا سلاح، يعني كلهم ما قصروا ووعدوا عودات خير. نعم، وعدوا عودات خير إن شاء الله يدعمونا، وكذلك قناة الرحمة رحبوا بنا جزاهم الله خير. والأستاذ محمد حسان وعد بأن يهيئ لنا قافلة إعلامية تروح تتحقق المواضع بنفسها في القافية في 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 شرق السودان. إن شاء الله هذه مادة تكون ترسل على كل المحطات التي رحبت بنا من ضمنها قناة الخليج. صلاة الجمعة خير. نعم، فنحن نحتاج أن يكون هناك توازن، أن لا تنسى القضايا التي هي منذ زمن طويل في المعاناة، وكذلك أن تأخذ القضايا الساخنة الموجودة حقها، فيكون لا تظلم هذا. صحيح. ولا تنسى هذا. طيب. فلذلك نحن نهيب أن يتدارك الناس هذه المعاناة التي طال بها الزمن. هناك معاناة تعليمية، معاناة صحية أخي بلال. نعم. معاناة لقمة يكون يا أخي بلال من المواقف التي تهز الكيان. يعني نحن خرجنا من شهر القرآن. نعم. نسأل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يعيد علينا الأعوام على الخير. مراكز القرآن تئن من الجوع في شهر القرآن، هذه يليق بأمة القرآن بالله عليك. أنا أجزم ومسؤول عن هذا الكلام، هناك مراكز تحفيظ القرآن أكثر من 45 أعرفهم، نتعاون معهم أو نقدم لهم ما نستطيع أو يهم في أجندتنا. في رمضان لم يكن لديهم ما يفترن عليه، أهل القرآن حفظ لكتاب الله عز وجل،
أمة يتجاور فيها الجوع من حفظوا كتاب الله عز وجل، من يحملوا كتاب الله سبحانه وتعالى. بما أنا قاعد أتكلم من منطلق إسلامي، بما أننا نحن كما قلت لك عملنا عمل إنساني لا يميز هذا وذاك، لكن بنتكلم عن الواقع الموجود. هؤلاء يتجاورون الجوع، ثم أمة لها من النعم ومن المال ما لا يحصى ولا يعد، بل يبزخ في أشياء ما لا طالت منها. أنا لو ما أريد أن أذكر مواقف محطات والبلاد والدول والأفراد، أموال التي آتاهم الله سبحانه وتعالى وكيف يسرفونها في بريطانيا في بلد الذي يعيش فيه، يعني صراحة والله إنسان يهتز كيانه. كيف ستعود إلى الله يوم القيامة قدا عندما تقف من الله سبحانه وتعالى لوحدك؟ ماذا ستقول في هذا المال الذي أولاك الله سبحانه وتعالى؟ يعني مصداقا لكلام حضرتك أستاذ سلطان أستاذ إدريس، يعني البزخ اللي احنا بنشوفه في البلاد العربية، مش هقول البلاد الأوروبية، احنا عندنا لعيبة الكورة بسم الله ما شاء الله، الفنانين والممثلين العظام اللي بياخدوا ملايين علشان يطلعوا بس يمتعونا في رمضان في المسلسلات. الناس دي بتاخد فلوس لا حصر لها، لمجرد لأشخاص. اللي يسيطر على رأس المال حفنة من البشر، بقية الشعب يعني يعيش في فقر أو طبقة متوسطة. أما في إريتريا اللي في بقى في عندكم طبقة فنانين أو ممثلين أو الناس، ما فيش حد تقريبا، هي الحكومة اللي بتاخد الفلوس وشكرا. مع إن نعرف إن موارد إريتريا من الخام ومن المعادن ومن الثروة الطبيعية عندكم، في عندكم موارد كتيرة لكن غير مستغلة غير لأشخاص معينين. طب إزاي بقى أخي الفاضل؟ أولا في الإخوة في الدول العربية أو الأثرياء العرب، للأسف الشديد أنا قرأت في إحدى المجلات هناك في أمريكا فقط، أثرياء الأمريكان سنويا بيخرج مبلغ 420 مليار. واحد ثري أمريكي 430 مليون سنويا واحد. وهذا نعم، وهذا المبلغ معظمها راحت لإثيوبيا، عن إثيوبيا فيها نسبة المسيحيين أقل، لكن هناك بيعمل لهم آبار وتعليم. للأسف الشديد أنا بس بقول ثري واحد من دول العربية بيكفي لو شاف مخيمات اللاجئين الإريتريين، والله بيكفي، لأنه اليوم نحن إريتريا تقريبا نسيا منسيا. وأنا أهاب تقريبا في مصر موجود بلد الخير، وعمر بن العاص هو الذي زار الحبشة، فضل يرجع لسبحان الله ملك الحبشة. صحيح. سيدنا عمر بن العاص ربنا وقر في قلبه الإيمان ثم أتى إلى مصر، اليوم مصر بفضل الله أصبحت الدولة الإسلامية الرائدة. فأرجو من وزير الإعلام الدكتور عبد المقصود، نعم، لو جريدة واحدة بس، لو عمل تقصي الحقائق في شرق السودان، سواء كان جريدة الأهرام بس، صحفي واحد لو راح ونقل هذا الأرض الواقع من أرض الواقع، صراحة لتكون هناك الشعب المصري ممكن يكون الواقع اللي يعيش فيها الشعب المصري. لكن إحنا أصبحنا إعلاميا إريتريا أصبحت نسيا منسيا، منذ أن استقلت إريتريا إلى يوم لم يكن هناك صحفي واحد، لم يكن هناك صحفي واحد. عندنا رئيس واحد، دولة واحدة، شارع واحد، جريدة واحدة، وانتهى العالم. أصبحنا نحن كأنه عايشين أيام أنور خوجة في ألبانيا، فربنا يجعلنا مخرج. فالحين أقول أنا الحمد لله بعد التغيير في مصر يجب أن يكون الإعلام أن يسلط الضوء على قضية الشعب الإريتري النسي المنسي. هناك ليس أنا لي بلدي لم أرجع لها 30 عاما. لو كان هناك فرصة تعدد الحساب لا رجعت، لكن أتمنى من الله علي القدير أن يحصل مثل ما حصل في مصر والدول العربية، أن يكون تغيير هناك. لكن أتمنى من الإعلام المصري أن يسلط الضوء إن شاء الله على الشعب الإريتري واللاجئين الإريتريين في شرق السودان وفي اليمن وفي جيبوتي. جميل، وصلى الله تعالى بارك الله. الله يكرمك رب. طيب أستاذ سلطان، مؤسسة إيثار، نعم، طبعا عايزين نعرف إيه نشأتها، أنت حضرتك المؤسس ليها، المدير التنفيذي ليها، هي فين مقرها، موجودة فين، بتعمل إيه، نعرف الناس إيه هي مؤسسة، نعم، إيثار. هي مؤسسة إيثار أنشأناها لهدف من أهداف الأولاني هو إحياء القضية المنسية، سمينا، نعم، هكذا المشروع، لأنه فعلا الناس نسوا القضية. صحيح. كما قلنا وشرحنا في مواضيعنا. وهي الحمد لله مؤسسة سجلت سنة 2006 في بريطانيا، وأصبحت مسجلة رسميا باعتراف الحكومة البريطانية، تعتبر من المنظمات المعترف بها تحت بند الشؤون الاجتماعية عمل الإنسان في بريطانيا. فالحمد لله تتكون مجموعة من المجلس الأمناء إخوة كفاءة، فالحمد لله يعني من عدة جنسيات الذين أسسوا معنا فيها سودانيين، يمنيين، باكستانيين، كشميرين، إريتريين، كان خليط، مختلف الجنسية، نعم، خليط جميل جدا لعمل إنساني لبلاد ما. وسبحان الله كان من أحد الأهداف التي جذبت الشباب الإخوان الآسيويين، كانوا قلنا لهم تاريخ إريتريا إنها أول أرض التي رحبت بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرحب بهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما داغت بهم مكة بما رحبت من عدالة الاجتماعية، أو من كما تقول بلغة اليوم من الديمقراطية والحريات المتاحة للإنسان. فأرضنا التي رحبت بهم، أرضنا التي سماها المصطفى عليه السلام أرض الصدق، حتى من جانب هذا
إخواننا المسلمين من جانب الإيمان والإسلام لا ينبغي أن يتهاون هذا الموجود. يعني دولة الأرض التي كما قال أخي أسد إدريس عمرو بن عاص زار أرضنا من أرضنا دخل فيه الإسلام جاء عندنا مصر افتتحها أفد لأريتريا على مصر الكبير عمرو الذي افتتح عمرو بن عاص مصر الأبية هذه إسلامه إيمانه تجدد وهو رحل من الكفر من مكة دخل إيمانه عند ملك عادل في بلادنا ف يعني موقف جميل يا بلال أن تنسى هذا الجانب. وإخواننا الآسيويين تأثروا قالوا الأرض التي رحبت بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في هجرة الأولى فكيف نتخلى عنهم؟ فتصور الموقف هذا هز الشباب وعملوا جمعوا الأموال وعملوا حملة معنا جميلة جدا إلى شرق السودان ما جمعوا ما يقارب 1,000,000 جنيه مصري وزعنا فيها الطرود الغذائية كتب أنتوا لكم فرع هنا؟ لا إن شاء الله نتمنى أن يكون عندنا فرع في القاهرة. المقر مقرنا الأصلي هو في بريطانيا في مدينة برمنغهام نعم. فقط إيه نعم. فالحمد لله عندنا توأمة مع منظمة المزمة في شرق السودان لكي نوفر المال في أدمين كوس عشان ما يكون عندنا مصاريف. هناك في منظمة تعمل بمعنى نحن نجمع الأموال نبعثها للإخوة القائمين هناك حتى ينفذوا المشاريع بأقل التكلفة. دائما أستاذ سلطان في مشكلة عند الناس أو توجس عند الناس إن منين أضمن إن الفلوس هتوصل للناس المستحقة؟ أيوة الله يفتح عليك. لهذا المجال أحب صراحة أبين وهذا الكلام أنا مسؤول عنه الله سبحانه وتعالى. هذه منظمة حتى مكتبنا الذي عندنا في مدينة برمنغهام أخي بلال هو مكتبة تبرع به من إخواننا الباكستاني. مكتبنا لا ندفع فيه فلوس. الإخوة العاملين كلهم متطوعين. شباب كل يجي يتبرع من وقته ونحن فقط زي ما تقول منكم وإليهم يعني نحن في الوسط في الوسط exactly. نحن فقط يعني نحن في محطة نوصل أمانة الناس. أنا الحمد لله عندي عملي عندي وظيفتي مرتبة ودخل الحمد لله لست بحاجة أنا أعمل وإخواني معي من الأمناء أو الإخوان المتطوعين عندنا فريق متطوع جميل يعمل عمل تطوعي بحت. عندنا واحد من الأخوات شبه تشتغل بضع ساعات وهي متطوعة من عملها ب 75% بما أن عندها إمكانياتها وقدراتها أن تربح بمال في مكان آخر بثلاثة أضعاف لكنها تنازلت من هذا المال لكي تدعم هذا العمل يعني التي تدير المكتب جزاها الله خير. فعملنا عمل تطوعي فلسنا بحاجة إلى العمل الذي مال. وأخي بلال فيه برضو موقف بئس المال الذي يصرف الذي تأخذه باسم اسمي أرملة وباسم اليتيم باسم الرجل الذي أقعده المرأة تحت الشجرة هي بئس التجارة صراحة وبئس المال الذي تأكله باسم هؤلاء الناس. فهناك مجال بإمكانك أن تربح وتتاجر وتعمل وخاصة نحن اللي عايشين في الغرب أمامنا فرص لا يحلم بها كثير من بني بشر اللي يعيش. فلست بحاجة أن أتجه هذا التوجه لكي أسترزق منه لله الحمد لله فبل نحن والحمد لله في غنى من هذا فنعمل عمل المتطوعين في سبيل نسأل الله أن يأجرنا. هذه جولات وسفريات كلها تحسب إما على بعض الإخوة المحسنين اللي عندهم أموال أو على بعض الأموال تأتينا بدون شروط أن نستخدمها في الإداريات فعمل الذي نعمله عمل نتقرب به الله عز وجل عمل تطوعي بحت. انتوا يعني انتوا مشكورين جدا يعني انت مش مطالب ان انت تعمل كده لكن انت مهتم بالبلد ذلك إخواني. فالحمد لله اسسنا بهذا الاول وما ننشط فيه هي معظم الاشياء في كفالة الايتام في دعم الاسر الفقيره. الحمد لله ربنا وفقنا في بناء بعض المدارس التي كانت انهدمت وربنا وفقنا في بناء حوالي بئرين كان من المشاكل الكبيره التي تحول حول الناس والان بسدد تبرع من احد الاخوه برضو لله الحمد لله في بناء مسجد ونحن الان بسدد الان نبني مدرسه للبنات. تصور هذه معسكرات كلها منذ 40 سنه واكثر لا توجد فيها مدرسه ثانويه للبنات ولا للبنين. طيب بس في حاجه اتفضل استكمل بنزي مساء. قال الأخ سلطان هناك عندما تؤسس جمعية خيرية في بريطانيا في هناك في مراقبة شديدة فالحمد لله إيثار مما بعد إلى يومنا يعني المؤيدين لها كثر وأي فلس أو أي قرش اللي بيدخل هناك مراقب وسنويا بندي شو اسمه ريبورت للشو اسمه للدولة والحمد لله يعني بدأت نشاطها يزيد ويزيد. لكن إذا كان هناك كيف تصرف المال وهذا إذا لم يكن بصورة جيدة وبصورة واضحة فالعمل يغلقوه. فالحمد لله الحين إيثار أصبحت يعني لها طيب. مكانتها. في دايما حاجة إحنا تعلمناها أو دايما يقول لك أنت بدل ما تجيب فلوس أنت بتاخد فلوس دلوقتي بدل ما تديها المحتاج عشان يأكل ما هو بكرة هيجوع. ليه أنا ما عملوش مشاريع بدل ما أديله فلوس لأ أنا ليه ما عملش مشاريع وليه ما خليش إن الدولة اللي هناك ليه ما تستثمروش الفلوس إن يبقى في معارضة قوية بحيث إن البلد تبقى ليكو يعني بدل ما الناس تبقى لاجئين برا لا الناس تعيش في إريتريا والناس ترجع هم أولى ببلدهم. فليه ما بتستفيدوش من الأموال أو تقدروا تعملوا حاجة تخدموا بها أبناء البلد فعلا؟
هو صراحة هذه من الطموحات آمال اللي عندنا في إيسار صراحة. نحن في إيسار منزلة بسيطة كما قلت لك، يعني عدد العاملين في عدد الأسابع واحدة تقريبا، لكن هذا الطموح ينبغي أن يكون له داعمين. نحن كل ما يسلنا هو يكاد نسد رمق بعض الجائعين، ليس ذاك العدد الذي ذكرت لك إياه ما يتجاوز نسبة. نحن الآن في رمضان تقريبا، يعني لأنه كما قالوا أستاذ إدريس مدخولاتنا كلها موجودة أونلاين، أنت تدخل موقعنا وتشوف كم دخل الإيسار وكم صرف الإيسار. فلان أنت لو تسألني ميزانية الإيسار التي دخلت في رمضان لا تتجاوز تقريبا 100,000 باوند أو 120 حوالي 100 مليون جنيه مصري تقريبا. هذه كم حتقيس؟ ها كم حتطعم؟ كم معسكر حتغطي؟ المليون لاجئ اللي موجود في اكزاكتلي يعني. نعم. مليون لاجئ في اليمن، في 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 شرق السودان، عشرات الالاف في اليمن، وإثيوبيا طبعا ما وصلنا فيهم لانه ما عندنا منظمه نتعامل معهم فيهم. لأن انت عارف الفلوس عندما تحولها انت محاسب تحول الى مين، لازم يكون جهه رسميه مسجله في الدوله معتبره معترف بها، يكون عندها معها توامه في العمل. فهذا الكلام اللي قاعد تقوله استاذ بيل هذا امنيتنا، فان بدل ما تعطيه السمك علمه كيف يصطاد السمك. يعني هذا امنيتنا، لكن هذا يحتاج دعم المحسنين الخيرين الذين يستمعون إلينا، لعل يستمع بعض منهم يلين قلبه يتبرعنا بمشاريع التي ممكن نبني لها هذه الطموحات. نحن عملنا في مقدورنا ببعض الأشياء كمثل الأسرة المنتجة، من 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 أعطينا لهم البقرة وفعلا جاءت بنتيجة بقرة الحلوب، من عملنا لهم كارو وفعلا حياتهم تغيرت، من علمنا بعض الأخوات الخياطة وفعلا وضعها تغير، وفي بعض الأرامل أشتريناهم ثلاجة الفريزر هي بجانب المدرسة تحط فيها آيس كريم ولا ما أدش عصير تبيع، فعلا حالاتها تغيرت. لكن عشان تعمل الأشياء الإنتاجية اللاجئ لكي يعتمد على نفسه لكي يعيش، هذا يحتاج دعم. فنسأل الله أن يرقي قلوب أصحاب المال حتى يأتونا ويدعمونا بهذه المشاريع. نعم. حتى وإلا هذا الطموح الذي عندنا إن شاء الله تعالى. ونحن طبعا المعاناة أستاذ بلال ليس فقط في الخارج، بحكمنا نحن نعمل في عمل الإنساني، المعاناة حتى في داخل إريتريا كما قال أستاذ إدريس. الإعلام لا، أنت الآن لو تسمع أستاذ بلال تسمع المجاعة في إثيوبيا، تسمع مجاعة في الصومال، في كينيا، في السودان، لكن لا يمكن تسمع عن إريتريا. معناه إريتريا هناك لأنه فيها ملك عادل لا يظلم عنده البشر، الله سبحانه وتعالى منزل عنهم رحمة خاصة محمية من هذه المجاعة. لا، هناك إعلام معتم ما يخرج الإعلام لمصلحة من؟ والله هناك مؤامرة فلا أحب أتطرق إليها بحكم حتى لكي لا يقال لي سلطان خرج من عمله الإنساني. نعم. وتفرق للسياسة ثورة. نعم. مساء أثرت فيه وترك عمل الإيسار. طب بلاش السياسة معاك، أسأل أنا الأستاذ إدريس، هل تتوقع الثورة في يعني لو أنتوا معاكوا أموال أو معاكوا قدرتوا تدعموا الأشخاص اللي موجودين، الناس اللي موجودين اللي عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في إريتريا، تقدروا تدعموهم ويبقى في ثورة تنقلب على الحاكم اللي مش راضي يسيب في صحيفة واحدة وتري كل حاجة بتاعته هو؟ على فكرة أنت قاعد تورط وجهه، هو رجل من مجلس الأمناء بتاع إيسار، يعني قاعد تدخل في مجالات بس هو قال لي قبل اللقاء أنا ممكن أتكلم شوية سياسة. ليس لي باع في السياسة، ولكن أخي الفاضل الوضع في إريتريا فعلا تغير دلوقتي، لأنه على حسب الوضع الجغرافي اللي تعيش فيها إريتريا بعد ما حصل تغيير في اليمن وفي مصر. وسودان هناك ما شاء الله الحمد لله هناك في الأمر مستتب، فنرجو الله تعالى أن شعب الإريتري واعي ليس مثلنا، لكن هناك في ناس عاوزين لهم الرغبة الرجوع إلى بلدهم. صحيح. هناك في منظمات فعلا سياسية بتحارب قدر الإمكان لتغيير الواقع في أرض الواقع في إريتريا. نعم. وأتمنى من الله العالي أن يغير واقعنا يا رب. نعم بإذن الله. نعم. هذا ما أتمنى. طيب أستاذ سلطان، كلمة أخيرة للشعب المصري، للشعب العربي، للشعب المسلم. والله يعني طالما قلت لي أنا الكلمة أكرر للشعب المصري العظيم أن يحتضن هذا المولود الجديد، أن يصبر. نعم. لأن استقرار مصر يا بلال هو استقرار المنطقة كلها. صحيح. بل استقرار العالم، صدقني مش مبالغة، مصر المفتاح الرئيسي للعالم إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل. لذلك يعني من الأشياء التي أنا كنت أتابعها في حياتنا إن النظام البائد الفزاعة بتاع الإسلاميين حتى الأوروبيين كشفوا ملفه. صحيح. قالوا the game is over، قالوا لي يعني ما we can't believe it يعني. فلا ينبغي أن هذا أن يسيقوا في الكلام الذي كان يقال في داخل مصر اليوم. نعم. لا بالعكس، الشعب المصري موحد، يد واحدة، قلب واحد، صف واحد. استقرار مصر كل ريعه حيعود للبشرية كلها. أهيب للشعب المصري أن يبقى على ما عليه حتى نحن اللي كنا نستفيد نستقر معه. وأنا أدعو السيد الرئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم أن لا ينسوا معاناة الشعب الإريتري، سواء من معكم في مصر من المسجدين في سيناء أو كمان في الإسماعيلية في السجون الموجودة،
وكذلك أهيب بعالم العربي والإسلامي أن يدعم قضية الإريترية الإنسانية جانبها الاحتياجي، ونحن منكم أنتم إلينا، فنحن نحتاج معكم والإعلام أن يتيح لنا المجال لكي نتواصل معكم ويكون عندنا المجال لكي نوصل هذه الرسالة. وأنا أشكر صراحة عطائك وحسن تقديمك وقناة الخليجية التي أعطتنا هذا المجال لكي نتواصل مع شعبنا العربي في مصر أرض الكنانة. أشكرك. طبعا في نهاية البرنامج لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ سلطان عمر المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة إيثار للإغاثة البريطانية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. والأستاذ إدريس سيد عضو مجلس أمناء مؤسسة إيثار للإغاثة البريطانية، بشكر حضرتك جدا وشرفتونا النهاردة في مصر. وأنا بتمنى من المصريين إن شاء الله كلهم واللي بيسمعونا والناس اللي عندهم يعني بدل ما احنا بناكل وبنشرب، الواحد بجد والله كان يقول أنا عايز وعايز وعايز، بس في ناس مش لاقية أقل حاجة في الحياة. إذا ما كانش عندنا دم وما كانش عندنا إحساس بالناس ربنا مش هيرحمنا. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.